على بعد أيام من افتتاح الموسم الكروي 2019-2020، اختار فريق أولمبيك خريبكا تقديم اللاعبين الجدد والكشف عن الأقمصة الجديدة خلال حفل أقيم بأحد فنادق المدينة. الفريق الخريبكي قدم الأسماء التي التحقت بالنادي بهدف إعطاء نفس جديد وتقديم إضافة من شأنها المضي بالفريق من أجل المصالحة مع النتائج الإيجابية. أكيد من بعد السنة الماضية عملنا واحد تشخيص وعملنا واحد العرض قيم للمكتب المسير، واللي بين على نقاط القوة ونقاط الضعف والأماكن ديال الخصائص واللاعبين اللي يمكن تسرحوا، وكانت العدد ديالهم 14 لاعب ماشي بزاف، وحنا استقبلنا 80 لاعبين. وأظن بأنه كانت هناك بعض المراكز اللي عانينا منها الشيء الكثير، خصوصا بالنسبة للأظهرة الظهير الايمن والظهير الايسر، وشفتوا يعني حتى النوعيه ديال اللاعب اللي انتدبنا منه، يعني مستوى جيد، دليل بانه لاعب في المنتخب ولاعب يدق ابواب المنتخب، لاعب الكرو ولاعب زاير. اجواء احترافيه مع الطاقم التقني ولا الطاقم الطبي اللي برئاسه السي رشيد الطوسي، نتمنوا من الله يكون شي موسم ديال الالقاب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لي انا يعني تعاقدت مع الفريق الخريبكي ديال مده سنتين، يعني من مور ما هضرت مع سي رشيد طاوسي، من مور ما يعني شفت لوبجيكتيف ديال الفرقه، انني جلست معهم وعرفت لوبجيكتيف ديالهم في السنه هذه، يعني لقيت راسي فيها، يعني لقيت راسي انني كاين الاضافه، خصوصا انهم محتاجين واحد اللاعب اللي يكون في يعني المكان اللي كنشغلو انايا مركز ظهير ايسر. الحفل تخللته ندوه صحفيه سلط من خلالها الضوء على افاق الفريق المستقبليه خلال الموسم الجديد، فضلا عن اهدافه المسطره على المدى القريب. عندنا واحد مجموعه المشاريع بما فيها اكاديميه ونادي ان شاء الله ربي باذن الله، ميزا باغ لا ميز باس اون ميزا جور مي بون لا ريميز اون ايتا ديال لو سونتر دو فورماسيون ان شاء الله، اللي حتى هو كان صراحه واقف كما قلت لكم، الفريق كان متهالك على جميع المستويات، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ييسر لنا وراه ممكنين نزيدوا الامام ان شاء الله. نفس جديد يدخل به ممثل مدينة الفوسفات الموسم الكروي المقبل، والأكيد أن الطموحات ستكون كبيرة من أجل تجاوز كبوة الموسم الماضي والمصالحة مع الجماهير الخريبكية، والبداية ستكون بمنافسات الكأس الفضية.